بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أعزائي طلاب مدارس التربية المتميزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج معا نستمر للتعلم عن بعد، ونستأنف فيه قواعد خط النسخ ضمن سلسلة الخط العربي التي هي بعنوان نادي الخط الإلكتروني، ونستأنف قواعد الخط العربي والتي منها الكتابة من أسفل إلى أعلى. الكتابة أي أنت المتدرب تكتب من أسفل إلى أعلى وحتى يكون النموذج واضحا أمامك، ونستهل هذه الحروف بحرف الألف بأوضاعها. حرف الألف يا شباب تأتي بشكلين، إما أن يكون مفردا أو يكون متصلا بنهاية الكلمة، لا يأتي في وسط الكلمة بالطبع. كما تعلمون يأتي له شكلان، الشكل الأول منفردا والشكل الثاني متصلا في نهاية الكلمة. والشكل المنفرد يكون من أعلى إلى أسفل. كتابة حرف الألف نبدأ من أعلى إلى أسفل، هيا بنا لنشاهد. حرف الألف المنفرد أو الألف المفرد يبدأ من أعلى إلى أسفل بجانب القلم. وجانب القلم يا شباب، إذا أردت أن تحترف الخط العربي فعليك اقتناء قلم خط عربي، قلم خطاط مقاس 3 مليمتر، 3 ملي أو القلم الخشبي كما ترون هكذا. أول شيء يأتي الألف القائم أو الألف المنفرد من أعلى إلى أسفل بجانب القلم، بجانب القلم، ويكون بمقدار ما يعادل 4 حركات من سمك القلم. 1، 2، 3، 4 أو 5 حسب الشكل الجمالي بما يعادل النسبة والتناسب لشكل القلم. وحرف الألف المنفرد لا يكون له حلية، لا تعلوه حلية. هكذا نرى حرف الألف المنفرد مرة أخرى، هكذا من أعلى إلى أسفل هكذا، ويبدأ بعريض القلم ثم ينتهي برفيع القلم، هكذا ينتهي برفيع القلم ويميل ناحية اليسار قليلا. مرة أخرى نكتب حرف الألف المنفرد هكذا، يميل ناحية اليسار قليلا وينتهي برفيع القلم، هكذا ينتهي برفيع القلم. مرة أخرى الألف المنفرد لا يكون له حلية كما ذكرنا، هكذا، ويكون بمقدار 4 أو 5 نقاط من سمك القلم. هذا هو الألف المنفرد، والألف المنفرد له شكلا واحدا. نأتي بعد ذلك للألف المتصل الذي هو بنهاية الكلمة ويبدأ من أسفل إلى أعلى، وكما نرى الحروف الكتابة بالأفقية تكون بعريض القلم، والكتابة الصاعدة هكذا تكون من أسفل إلى أعلى. الألف تكون قائمة هكذا، ويكون هنا دوران عكس خط الرقعة، هكذا يكون دوران، هنا يكون في استدارة ليست زاوية قائمة، يكون في تقوس. هنا عريض القلم وينتهي هنا بثلثي القلم في نهاية الحرف الألف. يوجد أيضا حرف الألف وله حلية، هكذا يكون منتهيا ويأخذ نقطة ناحية اليمين كحلية، هذه النقطة تكون كحلية، تمام، وهذا بعريض القلم، هذا ثلثي القلم ومقداره من 4 إلى 5 نقاط، هكذا يكون مقدار حرف. 2، 3، 4، 5 من أعلى إلى أسفل هكذا، تمام. والألف له شكل آخر، الألف الصاعد يكون هكذا به تقوس خفيف ناحية اليسار وينتهي بعريض القلم، تقوس خفيف ناحية اليسار وينتهي بعريض القلم. نكتبه مرة أخرى، الألف الصاعدة هكذا المتصلة
يكون تقوس خفيف يمين ناحية اليسار، هكذا الألف الصعبة. وإلى الثلاث أو أربع أشكال، الألف المتصلة لها ثلاث أشكال والألف المنفردة لها شكلا واحدا. إلى هنا نكون قد انتهينا من كتابة حرف الألف. عليك عزيزي الطالب أن تحضر ورقا وقلما وتكتب حرف الألف المنفرد وحرف الألف المتصل بأشكاله، وتختبر نفسك. إذا كنت تريد أن تحترف خط النسخ عليك بإحضار قلم خطاط مقاس ثلاث. عزيزي الطالب إذا أردت أن تحسن خطك فلتكتب بأي قلم شئت. إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما، ونترككم في رعاية الله وأمنه، وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.